الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه ورضي عنهم إلى يوم الدين. في علاقاتنا مع الناس كلهم نجد أن الناس يتنوعون في تعاملهم معنا، فذلك الإنسان الذي يحسن إلينا ونحسن إليه، ذلك الذي نرى منه البسطة في الوجه، نرى منه الكلمة الطيبة، نرى منه الابتسامة الجميلة، نرى منه تلك الأخلاق الرائعة، نجد منه ذلك التعامل الحسن، وآخرون يتعاملون معنا بالسوء ويتعاملون معنا بأخلاق فظة وبتصرفات مقيتة. هنا كيف نتصرف مع هذا الصنف ومع ذلك الصنف؟ ذلك الصنف الذي أحسن إلينا كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن صنع عليكم، يقول صلى الله عليه وسلم، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا الذي أحسن إلينا، هذا الأمر الأول أو هذا الفريق الأول. الفريق الثاني الذي أساء إلينا، هنا يتنوع الرد كل حسب إما شخصيته أو طبيعته أو أسلوبه أو إلى ما سوى ذلك. من الناس من يرد السيئة بالسيئة والمعاملة بالمثل، وآخر يغط الطرف عن ذلك، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وآخر يعتدي ليس بالمثل بل بأعظم من ذلك، وإذا خاصم فجر. لا يأخذ الذي عليه أو لا يعامله بالذي عامله ذلك الإنسان، بل يزيد على ذلك ويطغى. ماذا يحثنا ديننا؟ على ماذا؟ على ماذا تحثنا هذه الشريعة الجميلة الرائعة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حين ننظر أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في وصفه: لا يجزي السيئة بالسيئة، لا يجزي السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، حتى الله عز وجل قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. ولذلك يأتي أحدهم الغليظ الطبع شديد التعامل ويمسك الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوبه حتى تؤثر حاشية الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، تؤثر عليه تلك الحاشية، فيبتسم صلى الله عليه وسلم، يبتسم، يذهب إلى الطائف ويدعوهم إلى الإسلام، يرمونه بالحجارة، يجتمعون حوله، يسبونه، يعتدون عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب في طريقه حتى يستفيق في مكان آخر، فيرسل الله عز وجل جبريل ومعه ملك الجبال: مره، أتريد أن يطبق عليه الأخشبين الجبلين يهلك من فيه؟ قال: لا، انظروا إلى الإنسانية، انظروا إلى الرحمة، لعل الله يخرج من أصلاب من يقول لا إله إلا الله. عفى عنه في فتح مكة، أخذوا دوره، أخرجوه، أرادوا قتله، اعتدوا على صحابته، فعلوا وفعلوا، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. والقصص في ذلك كثيرة، والقصص في ذلك كثيرة. ولذلك نجد أن الله سبحانه جل وعلا على ماذا يحثون هنا؟ على ذلك الذي أساء إلينا، على ذلك الذي أساء إلينا. لك أن تأخذ حقك، وجزاء سيئة مثلها، لك أن تأخذ الحق الذي لك. لكن هناك أسلوب آخر، هذا الأسلوب يرتقي بالإنسان،
الله سبحانه جل وعلا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت، قال لمن؟ للمتقين. ما هي أوصافهم؟ ماذا يفعلون؟ لماذا الله عز وجل أعطاهم تلك الدرجة العظيمة والأجر الجزيل؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينفقون. الأمر الأول النفقة. طيب، الأمر الثاني يعني من صفاتهم أنهم يعفون عن الناس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم غيظه وعفى وأحسنه. في حادثة الإفك اعتدوا على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، على الطاهرة النقية، على أم المؤمنين. تكلم من تكلم وافترى من افترى في عرض الطاهرة النقية. فمصطح من قرابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو كان مع أولئك الذين تكلموا في عرض تلك المرأة الطاهرة النقية، أم المؤمنين، السيدة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، التي برأها الله سبحانه جل في علاه. فأبو بكر الصديق حلف أن لا يعطيه شيئا. كيف يسيء إلى ابنته وهي يعني من قرابتك، وأبوها يعطيك مكافأة أو راتبا أو ما سوى ذلك، ثم أنت تسيء؟ فحلف أن لا يعطيها. فأنزل الله عز وجل: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قالوا بكر: بلى، من ذلك الذي لا يحب أن يعفو الله عز وجل عنه. الله سبحانه جل وعلا ذكر صفة العظماء، صفة العظماء، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذكر الطبري هنا أن العظماء هم الذين يتخلقون بهذه الأخلاق، العفو، الصفح عن الآخرين. هذه صفة العظماء، هذه صفة أولئك الذين تخلقوا بتلك الأخلاق العظيمة، العفو عمن ظلمك. ولذلك كان الأجر عظيم والأجر كبير بكونك تعفو عن الآخر، خاصة فيما بين أرحامنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافأ، ولكن الواصل الذي يصل قال من قطعه. فنسأل الله عز وجل أن يجمل أخلاقنا ويهدينا إلى ما يحبه ويرضى.